بوابة التعقيم بتقوم ان احنا نعمل سبرينج على الجسم بزوايا عن طريق نوزلز، كل نوزل بيبقى الزاوية بتاعتها بتتظبط على 50 درجة، وبنحسب كالكوليشن على الشخص على اساس نقدر نعمل سبرينج في زمن صغير قوي لا يزيد عن 5 ثواني يتم التعقيم بالكامل. فبنعمل توزيع لحوالي 7 رشاشات، الرشاشات دي بتعمل بضغط عذاب، ضغط مية، المية مخلوطة بنسبة كحول طبقا لتعليمات وزارة الصحة اللي هي نسبة 70% من الكحول، فبيحصل سبرينج بضغط عالي فيطلع زي رذاذ خفيف جدا بيغطي الجسم في 7 مناطق، كل منطقة لها زاوية حوالي 50 درجة، فبيعمل تغطية كاملة للجسم في نفس الوقت.